هكذا بدت عملية ترحيل سكان ديار الشمس ببلدية المدنية وسكان حي فيز 2 ببرج البحر في العاصمة. أجواء مكهربة ومشادات بين المرحلين وقوات الأمن بسبب رفض البعض لعملية الترحيل وإقصاء البعض الآخر. رانا في ديورنا، رانا في ديورنا الأخراني ساكن فيها 50 سنة. أنا راني الأخرى، أنا يا راني الأخرى، راني عندي 48 سنة أنا ساكنتها. ونسحقوا دار في العاصمة قريبة لينا، واللي يسهل يدي دار، اللي يسهل يديها. باش اللي عنده دار دارها بالسيف باش دارها وتنحيوها له، هذه جاب لي ربي العبد ما يحبهاش، العبد ما يحب ربي ما يحبهاش. عندنا افدو ماشي بيتو كوزينه وماشي كلاطمات، عندنا افدو واكت. انا باش تديني البرتوتا على جال دار على جال بيت شومبرا صغيره وكولوار غير ما كان له، ما خرجتش عليا. وهادو اللي راحوا شوف الجيران هادو كاع كل واحد راح واش خرج عليه، قالوا لي ترحلي. قلت له صح انا رحل، فرحت وجوا الوالد وجيت جابوني للشالين. راني 9 سنين وانا ما لقيتش اسمي، ما عنديش الدروه في دار. علاه؟ هذه حقره ولا شنو؟ هذه حقره، هذه حقره صبدي غرام ضد اللي خدم الثوره. في مقابل ما يبدو انه حسره وعدم رضا، لم يخفي البعض فرحته بالظفر بسكن لائق بعد طول انتظار. والله الحمد لله ورايح فرحان والحمد لله وكثر خير سيدي ربي. وهذا من فضل الله وان شاء الله العقوبه ان شاء الله اللي ما داوش ان شاء الله جميع مغبون ربي يفرج عليه. وهذه هي الدنيا، واش هذا قبر الدنيا هذا؟ واش ان شاء الله الانسان كما يقول لك ما يربي ما يخلي حتى واحد ان شاء الله. ما توقعيش كيفاه، ما كنتش مامنه يعني، ما توقعيش كيفاه الفرحه يعني. والله راني صايمه، مام ولادي ما طيبنا ما كلينا ما شربنا والله والو، رانا صايمين. والبارح بيتي الليل كانوا حنايا قاعدين، ما حبوش كاع يعاونونا من الصباح، ما مخبيين الخدامين، خدمنا وحدنا كلش وحدنا، الكوامن حنا رحنا جبناهم من الطريق. تستمر عملية الترحيل التي شرعت في تنفيذها ولاية الجزائر قبيل شهر رمضان في أجواء غالبا ما تتسم بالتشاحن وتحمل الكثير من المفارقات، بين من يرفض واقع جديد بما يحمله من أمل ومن يفضل البقاء في مثل هذا الخراب، وبين من اعتبر العملية بداية لحياة جديدة. نتمنى الاخرين ما يستناوش، استنينا احنا.